سمعت أو ما سمعت عن خروج الجزائر من بطولة أمم أفريقيا؟ إذا أنك ما سمعت، اسمع 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 يا ساتر يا أفريقيا، ما الذي يحدث في ماما أفريكا؟ الموازين كلها مختلة رأسا على عقب، كل المنتخبات اللي الجميع توقع خروجهم يتأهلون، المنتخبات المرشحة للبطولة مثل الجزائر يغادرون من الدور الأول من المجموعات. أنتم متخيلين ولا فوز واحد لمنتخب الجزائر في هذه النسخة وطلعوا من دور المجموعات؟ وليس هذا الشيء الغريب فقط، إنما حتى البطولة السابقة لأمم أفريقيا طلعوا من المجموعات منتخب الجزائر، ولا كأن هذا الفريق فيه نجوم عالميين كبار يلعبون في الدوريات الأوروبية والآسيوية مثل رياض محرز وباقي الزملاء. أنتم متخيلين أن منتخب موريتانيا اللي أهنيهم وأقول لهم مبروك وألف مبروك، طبعا كانت مباراة عربية خالصة بين منتخبين عربيين أشقاء يستاهلون الموريتانيين، وهارد لك الإخوان الجزائريين، أول فوز في تاريخ موريتانيا في بطولة أفريقيا وأول تأهل، وعلى حساب مين؟ على حساب كبير أفريقيا الجزائر المرشح للقب. يا ساتر يا أخي، يا ساتر يا أخي، ما الذي يحدث في ماما أفريقيا؟ مثل ما قلنا قبل شوي، فوز وحيد فقط لموريتانيا اللي هو على الجزائر أهلها إلى الدور الثاني، ولا فوز مثل ما قلنا للجزائر. هارد لك اخواني الجزائريين، والله مثلكم احنا كنا متوقعين التأهل السهل للدور الثاني، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولا فوز واحد حتى يشفع لمنتخب الجزائر عشان اهله. اترككم الان مع بعض الاخوان اللي علقوا على هالمباراة، بعض الناس اللي فيهم غصة وبعض الناس اللي معصبين الصراحة، والله يلوم اللي يلومهم، ولا تنسوني من اللايك والفولو. يبدو ما فيهاش احسن رابع ولو ايه، بس خلينا منهم يعني، والله غير يا خوتنا ما فيهاش احسن رابع كاحسن رابع، شوفوا لنا كيفه، شو كاش معرفه ولا يا اخو عبوك شنو الغلطات هذه؟ الله كارثه. موريتانيا مرمتت الجزائر اخر مرمته، عملت منهم كفته، عملت منهم بسطرمه، عطتهم العصير في كاس كبير. ايه ده؟ ايه اللعب ده؟ ايه العظمه دياتي؟ موريتانيا دي أرجنتين أفريقيا، مباراة للتاريخ، عظمة. موريتانيا أحريت الجزائر الكبير وأخرجوا من بطولة أفريقيا. موريتانيا اللي ما ربحتش ولا مباراة، أول مباراة تربحها تأهلت بها دور 16. إيه العظمة دي؟ إيه جمال بالماضي أصبح من الماضي. هذا الفريق الجزائري محتاج إعادة إحلال وتبديل. موريتانيا عملت النهاردة شغل عالمي، كل لازم يبارك لموريتانيا على هذا الإنجاز العظيم. موريتانيا وشكرا. هو ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ الجزائر فعلا ودعت بطولة أمم أفريقيا؟ يا جدعان حد يفوقنا يا جدعان، هو ايه اللي بيحصل في أمم أفريقيا ده؟ يعني ايه الجزائر تودع وغانا تودع وكوديفوار تودع؟ امال مين اللي هيكمل في البطولة؟ هو ايه الفرق اللي بتلعبنا دي؟ مين موريتانيا ومين جامبيا ومين ناميبيا ومين غينيا الاستوائية وكافيردي اللي بيتصدروا مجاميع؟ هو فيه ايه؟ ايه اللي بيحصل في قارة أفريقيا؟ هارد لك لمنتخب الجزائر، لازم إقالة جمال بالماضي حالا دلوقتي. إقالة جمال بالماضي ما يروحش على الجزائر، ما يركبش الطيارة اللي مسافرة على الجزائر يفضل في كوديفوار. الجزائر تلعب في مجموعة 3 ماتشات، ما تكسبش ماتش واحد، تتعادل ماتشين وتخسر من موريتانيا النهاردة، ما تكسبش مباراة واحدة في المجموعات وتودع من المجموعات من أول دور بولا فوز، بعد ما كنا بنقول إن الجزائر واحدة من المرشحين إن هم ياخدوا لقب أفريقيا، واحدة من أقوى المنتخبات اللي داخلة البطولة كسكواد وكمنتخب قوي جدا، مفاجأة ملهاش مثيل، مفاجأة غير متوقعة في كان المفاجآت، ربنا يستر على اللي جاي. تبا لأي بطولة فاكرة نفسها أعظم من أمم أفريقيا، والعالم كله كان مستغرب إن إزاي مصر صعدت وهي معاها 3 نقط بس. اتفرج حضرتك، يعني مين يصدق إن موريتانيا تخرج الجزائر بجد؟ ده غير إن كوديفوار صاحب الأرض، يعني المنتخب العظيم برضو تالت، يعني بجد إحنا محتاجين نصعد كل التوالت. أنا متحمسة جدا أشوف ماما أفريقيا محضرانا إيه في الدور 16. جزائري أوعى تستهون بالخصم اللي قدامك، موريتانيا كسبت الجزائر، اقسم بالله البطوله دي فيها حاجه انا مش فاهمها، اللي فاهم حاجه يفهمني. يعني الف مبروك لموريتانيا، هارد لك جزائر، بس ماتش واعر، اقسم بالله ماتش واعر والله العظيم، يعني تبارك الله عليك. والدليحي لعيب موريتانيا دلح الجزائر في اول يا نهار اسود يما، صراحه شابوه.
اقسم بالله شابو. شكون احنا؟ حصلت المجموعة. المنتخب الموريتاني يصعد لدور الستاشر على حساب الجزائر. فوز وحيد. 3 نقط. موريتانيا صعدت والجزائر روحت. النهاردة المنتخب الموريتاني عمل ماتش تاريخي. هجومي ودفاعي. ومنتخب الجزائر يا جماعة شغال يعمل عرضيات على الفاضي. مفيش اي حاجة بتحصل. جمال بالماضي راجل شطب كورة. الراجل ده اصلا مفروض يسيب المنتخب من زمان. هارد لك للشعب الجزائري، مش موفقين. البطولة خسرت الجزائر واليوم مبروك الموريتانيا. اخي انت بتعمل ايه في ام التدريب؟ انت عايش اوانطة والله. والله نسيت التدريب وشطبت تدريب. الراجل ده جماعة جاب بطولة 2019 وعايش عليه لحد دلوقتي. ده بيعمل ايه في التدريب ده؟ ولا عارف اي حاجة. استبعد لعيبة وشارك لعيبة. الراجل ده مفروض ما يروحش مع منتخب الجزائر. الراجل ده تسيبوه في كوتيفوار وترجعوا انتوا كده. منتخب موريتانيا هيقابل في دور ال16 كاب فيردي، الراس الاخضر اللي شايفه نفسها في البطوله دي وصعدت اول في مجموعه كان فيها مصر. كل التوفيق للمنتخب الموريتاني اللي باذن الله يطلع كاب فيردي العيوقه بتاعه المجموعه. فين الجزائر؟ فين اللي انت عملته يا جمال؟ يعني انت ولا رحت كاس عالم ولا اسست المنتخب معاك ان هو يبقى منتخب قوي. بص، كل التحيه لمنتخب موريتانيا. اول فوز، ناس كانت بتلعب ببطوله، فرضية الملعب كان فيه قتال. الشوط التاني حتى الجزائر ما رجعتش. السبب ده يرجع لك انت اللي موت. نقطة الضعف عند المنتخب الجزائري هي منك انت. انت السبب. انت ولا عارف تعالج ولا عارف ترجع ولا عارف تدي كرة فرضية الملعب. الجزائر معاك بقى لها فترة. المستوى متراجع. مش قادر تكسب. مش قادر يبقى فيه روح قتالية فرضية الملعب. مش هو ده منتخب الجزائر. الجزائر كان البطل. تمام؟ الجزائر دلوقتي بقى منتخب عادي. منتخب معاه كل النجوم دي. النجوم دي تقريبا اغلبيتها اخر بطولة هتلعبها. فين الجزائر؟ فين الدول العربية؟ فين المنتخبات العربية؟ احنا بنلعب كاس عالم؟ المنتخبات دي بتلعب كاس عالم بس؟ فين الاداء؟ فين الروح القتالية؟ اقسم بالله انا ما مصدق نفسي. انا مش مصدق يا جماعة. دي اجمد بطولة انا شفتها في حياتي. هتقول لي بقى كاس عالم ولا تقول لي يورو ولا كوبا امريكا؟ مش طبيعي اللي بيحصل في البطولة يا جماعة، والله عظيم. جنون احداث، سيناريوهات خيالية ما تتكتبش سكريبت حتى. خروج منتخبات كبيرة، الجزائر بتخسر رسميا من موريتانيا بنتيجة 1-0 في مباراة رهيبة ما بين الطرفين. المقطع ده اتكلم عن منتخب موريتانيا، والمقطع الجاي عندي كلام كتير قوي عن منتخب الجزائر. اقسم بالله موريتانيا عاملين بطوله ما طبيعيه. مبروك لمنتخبنا العربي الموريتاني على التاهل. عاملين النهارده مباراه مش طبيعيه. ضد مين؟ ضد منتخب الجزائر. حتى في المباراه الاولى في دور المجموعات ضد بوركينا خسروا 1-0 بضربه جزاء في الدقيقه 95. والمباراه اللي فاتت ضد انغولا كانت مباراه تاريخيه. كل المنتخبات الافريقيه متطوره بشكل مش طبيعي. موريتانيا زنبقت الجزائر. يا دي الفضيحه اللي بجلاجل، يا دي الحنجل ابو حناجل. القوه الضاربه راحت فين؟ ده زنبوق عجب، ده زنبو. اللاعب بتاع موريتانيا نشوا حته نشه في الخرم اللي في النص في الشبكه. احنا عارفين الشبكه فيها 3 خرام، واحد شمال دي الزاويه الشمال، واحد يمين دي الزاويه اليمين، واحد في النص. المفتري شمط في النص. معلق المباراه من اول المباراه ملاحظ ان موريتانيا فيها هيجان كبير. المنتخب الموريتاني في حاله هيجان كبيره قوي في الملعب، فعمال يقول سلاح المنتخب الجزائري الفتاك. متى سيخرج المنتخب الجزائري سلاحه؟ متى سيخرج سلاحه؟ الماتش خلص والمعلق لسه بيسأل متى سيخرج المنتخب الجزائري سلاحه؟ يا عمنا السلاح نام، مفيش سلاح. بس يا ابو زيد، منتخب الجزائر كان قبل اللقاء بيقول هنكسب موريتانيا وهنعمل نتيجة عريضة عشان نعدي. معقولة مفيش حاجة؟ مفيش أي حاجة؟ تم محرز. محرز ما عملش حاجة. محرز في مرحلة فسسان، انت عارف في مرحلة فسسان بقاله فترة. الله، طب المطرقة بغداد مش لاقي المخاخ. ده موريتانيا النهاردة يا اخوانا ايه ده؟ العيال بتلطش من كل حتة، بتلطش من الشمال ومن اليمين ومن فوق ومن تحت. ده في كورة بعد الدقيقة 80 الواد الموريتاني لسع حتة كورة، لسع بنت كلب. الحارس بتاع الجزائر جه صدها بس جاله خلع، قالوا مزق فيها. حول ولا قوة إلا بالله. المنتخب الجزائري القوة الضاربة في إفريقيا وأنحاء إفريقيا يخرج من الدور الأول ولا فوز 2 من 9 ويتغلب، مع احترامي من المنتخب الموريتاني. المنتخب الموريتاني مفس في حياته، مفس في إفريقيا. أنتوا متخيلين في تاريخ المنتخب الموريتاني مفسي؟ أول زمزوق حطه كان في الجزائر. أول مهموز،
اول لابلوه فاز بيه كان على المنتخب الجزائري. مش قلت لكم في اول فيديو؟ مش قلت لكم في اول فضيحه؟ ما هو ده يا كابتن بالماضي يا مدرب الجزائر، نتيجه الغرور. الغرور من تكسب بروندي ومش عارف مين وجايبهم عشان تجرب فيهم، الود حاجه والها والكان حاجه، الكان حاجه تانية خالص. الكان اللي ما بيخليش باله بيتفس والزنابيق بتشتغل من كل مكان. اديك شفت يعني، شفت بعينك اللي بيحصل في الكان ده. موريتانيا يا اخوت انا ما فهمتش، نهار وانتم فاضيه لقش بو الاخر كولاته مؤامره، راهم يخلطونا راهم يزبلونا. لعبه دخلتهم في ليستريس، لعبه دوبان ديال الفار وهي ما فيها والو، هو دخلنا الفار وهي ما كاين والو، الماتش كوريكت. فضحتونا بهدلتونا خرجتوا. شوف نقسم لكم بالله يا صحافه العار يا صحافه السيكو، وانتم هما سبب هاد التبرميده وهاد التبهديله، فهمتوا؟ وانتم سبب لنا، وانتم نفختوا فيهم حتى رديتوا كل شيء، واحد ميسي واحد رونالدو واحد كريستيانو، ما تفهمش. وما ما كاين والو، الريح في الشبك. موريتانيا مع احتراماتي لموريتانيا، اول مره تفوز في كاس افريقيا في التاريخ وتبهدلنا احنا، دخل على التاريخ، دخلها بينا تبداها بينا. موريتانيا الدوزيام ميطو كلاونا، كانوا يعطيونا 7 ولا 8 فاصل. موريتانيا لو كان كانوا يعرفوا يسجلوا لكم سجلوا لنا 6 ولا 7. اي صافي ارتحيتوا؟ درك ارتحيت اصحابي الدراجي. ايوا علق درك مليح، واش غادي تقول؟ ما تقول، ما كان لا مؤامره لا كولاسه، خرجنا يدنا بيدنا. موريتانيا اي تزكيو اي الفار اي كرة قدم راكم تلعبوها ولا تدوروا على الفار؟ انا بغيت نفهم، بغيت نفهمكم، ما عندكمش رجلين والو. عمو راه مسكين نفختوه حتى ولا كريستيانو رونالدو، دخل اليوم بلعوا له ما دار والو. ادموا الناس تحرك واحد شويه، بريمير ميطو دوزيام ميطو طفى. يعني وتقول لي هنايا تقول وتجي تقولوا تقتلونا بالفقعه في لي بلاطو الخامجين ديالكم، وتقول المؤامره والكولاته ولا قشع، ما دار لنا والو. حنا ما كانش فريق ميت، اي بداو يطلعوا بالسيف ما كانش، ما طلعش اي، ما عندناش في رجلينا، ما كانش رجلينا ميتين طايبين، ما كانش كره القدم ما كان. باش طلعوا باش طلعوا، تعصبنا مرضنا، نوطوا فينا السكر، بقينا الحكم عيا مسكين زايد 12 دقيقه بغا يزيد لكم شوط كامل باش لا لا وعاد، ما كان والو والو والو، ريح في شبك والو. سهرة قاسية بزاف بزاف خويا بزاف، عباك وشنو؟ صدقني بالله يا خو كما عباك وش راني نحس لداخل، راني نحس عفسة راهي تكوي فيا لداخل، صح راهي تكوي فيا. عباك وتحب نفرح معليك بنصر، حب بلادي تلحق الله فينا النجمة الثالثة، نعلقوها من نحقوا الحلم اللي ما حققناش مع الكاميرون في كأس العالم، حبينا نحقوه اليوم في كوب دافريك. صح الله غالب تحتمت وتقدرت باللي شفنا المنتخب الوطني ما قدرتش في هاد لاكوب دافري، ومع كل تحياتنا للمنتخب الوطني بصح الله غالب. هنا خلاص الحكايه، وهنا اللي بزاف ما كانش واش غنزلو نهضرو. كيما الشعب الجزائري كاين بالك اللي يخبي لداخل، كاين صح اللي يخبي لداخل، وكاين اللي راهو متاثر، وكاين اللي راهو كدا، وكاين اللي راهو كيما تشوفوا هاديك السيد والله غير مسكين، راهو مع اللي جراسه هاديك طايح من غاشي والله غالب. بالماضي كل تحياتنا لك دومي ديزنا، فرحتنا خويا العزيز، بكل احتراماتنا بكل قدرتنا خويا العزيز، روح من ليكيب ناسيونال ما نسحقوكش ليكيب ناسيونال، ما نسحقوكش ليكيب ناسيونال نهائيا، تهلا في روحك وربي يحفظك. وبالماضي هاو تحياتنا لك، روح من ليكيب ناسيونال.